عدنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في مصر والدنيا كلها، ويسعد صباحكم مشاهدينا الكرام واهالينا في كل مكان وفي كل بيت في مصر. نرجع تاني لحضراتكم ونعود مع يعني فقره اخيره كده وموضوع مهم شغل بال الراي العام وشغل بال السوشيال ميديا بشكل عام. يعني علقت طبعا الفنانه سميره عبد العزيز على هجوم الفنان محمد رمضان عليها وسبه ليها طبعا، يعني زي ما يعني حضرتها اتكلمت وقالت وقالت ان له المسامح كريم وهو زي ابني. ده طبعا زي ما قالته طبعا الفنانه القديره طبعا سميره عبد العزيز، مؤكده طبعا انها لن تحرر بلاغا ضده حول طبعا يعني عدم تقدمها ببلاغ سب وقذف ضد محمد رمضان. يعني مش للدرجه دي، اكيد مش هروح اعمل فيه محضر علشان شتمني مسامح كريم ومحمد زي ابني، علشان كده انا مسامحاه واحنا الكبار لازم نسامح ونستحمل. يا دنيا فنانه كبيره بقيمتها، طلعت في ادوار كتير يعني زي ام ويعني في افلام ومسلسلات، رايك ايه على هذا الموضوع؟ لا انا رايي الاحترام للجميع، يعني سواء كبير سنا صغير سنا، الاحترام يعني الاحترام نفسه لاي حد أكيد. سواء مقاما او سنا او اي حاجه، طبعا الاحترام واجب يعني في حياتنا طبعاً. الشخصيه طبعا أكيد. عامه يعني لازم نحترم الاخرين عشان نلاقي احترام من المقابل، يعني ده الطبيعي، ده الطبيعي في اي مكان. يعني احنا مش هيبقى لنا غير السيره الكويسه، اكيد يعني مش هيتبقى لينا يعني بالمعنى الاوضح غير سيرتنا الكويسه ومعاملتنا مع الناس ومعاملتنا الطيبه. يعني ست قديره زي الفنانه سميره عبد العزيز من يعني من انظف الشخصيات الموجوده، يعني هي يعني طيب يعني زمايلنا، يعني زمايلنا كده في الكنترول طبعا على لسان رئيس تحرير قناه الاستاذ احمد السيد قال انها اعتذرت. طبعا الفنانه الكبيره سميره عبد العزيز اعتذرت يعني عن المداخله. طيب كمان الفنان محمد رمضان يعني نزل فيديو انه نفى انه يعني قام بهذه الافعال. يعني مش عايزين نقول مين قال ومين عاد ومين زاد، اكيد مواضيع كتيره جدا بتثار على مواقع التواصل الاجتماعي يا دول، اكيد في منها الايجاب ومنها السلب. ده اكيد يعني. طيب انا عايز اسالك سؤال في غضون الموضوع ده قبل ما نختم الحلقه، رأيك إيه أول ما بتشوفي خبر؟ هل بتصدقيه ولا هل بتستكشفي ما وراءه يعني؟ لا إحنا لازم نشوف الطرفين، لو حاجة ما بين طرفين لازم نشوف الطرفين ونشوف من وجهة نظر ده ومن وجهة نظر ده ونحاول إن إحنا نقتنع بالأصح، بمعنى أصح يعني نشوف معلومات تكون مصدقة أكتر. أكيد. مش أي حاجة على السوشيال ميديا بتنزل نصدقها أو أي حاجة تتقال يبقى كده ده صح، لا مش كل حاجة صح طبعا. ده كلام جميل جدا، وأنا ذات نفسي يعني بأمن بيه هذه الفكرة ان احنا لابد ان احنا يعني نقف عند حتت معينه. طيب انا يعني شفنا اخبار كتيره دمية النهارده وتابعنا مع حضراتكم في يسعد صباحكم، يعني النهارده شفنا اخبار كتيره وفقرات كانت متنوعه كتير طبعا. معلومات مهمه. انا بشكرك النهارده.